بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان النشر والتحليل لبيام 2016 الخاص بالسنة الرابعة متوسط حيث يقول نص التمرين تحقق من صحة المساواة التالية 5 في 2 إكس زائد 1 في 2 إكس ناقص 1 يساوي لنا 20 إكس مربع ناقص 5 ثانيا قال حلل العبارة أ بحيث أ تساوينا اثنان إكس زائد واحد في ثلاثة إكس ناقص سبعة ناقص عشرون إكس مربع ناقص خمسة عندنا الثالثة قال حل المتراجحة ناقص أربعة عشر إكس مربع ناقص إحدى عشر إكس ناقص اثنان أقل تماما من اثنان في عشرة ناقص سبعة إكس الكل مربع إذا لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذا ننطلق في الإجابة على السؤال الأول قال تحقق من صحة المساواة التالية إذا نكتب هنا العنوان واحد التحقق من صحة المساواة التي ها هي هي بحوزتنا أبنائي لاحظوا جيدا لاحظوا ها هي المساواة الآن هنا المعهود والمعروف للتحقق من هذا الأمر أن ننشر هذه القيمة فنجدها هذه أو الأمر العكسي أن نقوم بتحليل هذه القيمة فنجد هذه والأفضل هو أن ننطلق من هذه المحللة ونجد المنشورة إذا ننطلق بالجزء الأول ها هو الجزء الأول أبنائي لاحظوا جيدا يصبح يساوي لو نلاحظ جيدا عندنا متطابقة شهيرة التي اسمها هكذا ركزوا أ زائد ب في ا ناقص ب تساوينا ا مربع ناقص ب مربع يقول احدكم اين الا واين البي ها هو ا وها هو ب ها هو ا وها هو ب لاحظتم ماذا يساوي قلنا يساوينا ا مربع ناقص ب مربع يقول احدكم هو الخمسه الخمسه لا دخلنا فيه يبقى يتبع بقى أصبحنا خمسة في ماذا في هذا مربع اثنان اكس لما نربعها تصبح لنا كم اربعة اكس مربع عندنا ناقص ناقص نضع ناقص ا ب مربع الواحد لما نربعه كم يصبح يصبح لنا واحد الان ما يأتي بعدها الا النشر هذا في هذا كم انها عشرون اكس مربع ثم هذا في هذا ناقص كم ناقص خمسة وهو المطلوب انظروا بأم أعينكم فقط أبنائي إذا نقول هنا ومنه هذه مثلا طريقة الطريقة الثانية التي لو تريدون أن تتعلموها كطريقة ثانية هي طريقة التحليل من أين نبدأ ننطلق من الجزء الثاني ها هو الجزء الثاني ونجد الجزء الأول لكن هذا نادرا ما نستعمله إذا تصبح تساوي أولا نستخرج الخمسة عين مشترك خمسة ماذا يبقى لدينا بالداخل أكيد يبقى لنا أربعة إكس مربع ناقص كم ناقص واحد لو نلاحظ جيدا الآن أصبحت أمرها أمر عكسي مثل هذه الآن إذا إذا أصبحت مكتوبة على شكل أ مربع ناقص ب مربع يساوي لنا أ زائد ب في أ ناقص ب لاحظوا جيدا يقول أحدكم أين الآ؟ آه؟ الآ آه سوف أريكم إياه. لو نأتي الآن إلى هذه الأربعة نضعها وتصبح لنا إثنان. فيصبح لنا آ آه ها هو، الب ها هو. لماذا؟ أبنائي ركزوا جيدا. إلا أنه هنا ربما يقول أحدكم ماذا تفعل؟ هذا كليا. هكذا. هذا هو. ماذا؟ هذا هو الآ. إذا فتصبح لنا تساوي خمسة في ونفتح قوس. يصبح نطبق الآن عليها هذه القاعدة. فتصبح لنا اثنان اكس زائد واحد في اثنان اكس ناقص واحد هكذا نلاحظ ويمكن ان ننسى هذا يقول احدكم لم افهم هذه اصبحت مكتوبه على هذا الامر المنشور اللي هو المتطابقه رقم ثلاثه فجعلتها الان ا زائد ب يعني اثنان اكس زائد واحد ناقص ا ناقص ب يعني اثنان اكس ناقص واحد وها هو المطلوب الذي أن انطلقنا من الجزء الثاني اللي هو هذا وجدنا هذه كذلك هذه الطريقة الثانية نقول ومنه لكن هذا النشر أو التحقق الذي أعطي لنا لم يعط لنا هكذا هباء منثورا إنما أكيد سوف نحتاجه في الأسئلة القادمة إذا فلنتابع جيدا إذا نأتي الآن إلى السؤال الذي بعده قال حل العبارة أ إذا نكتب هنا أولا ثانيا تحليل العبارة التي اسمها ماذا؟ اسمها أ بحيث أعطيت لنا الآن ننطلق ونتابع جيدا التحليل أكيد إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى هنا لو نركز جيدا أنظروا إلى هذه القيمة اللي هي 20 إكس مربع ناقص 5 أليس هي هذه؟ وهذه بطبعها أليست هي هذه؟ نعم إذا هنا أول شيء لاحظنا شيء معين لهذا قلت لكم السؤال الذي طرح من قبل هو تحقق لم لنا هباء منثورا بل سوف نستغله فماذا ينتج؟ اصبح لنا آ آه يساوي اثنان اكس زائد واحد في ثلاثه اكس ناقص سبعه لاحظوا ناقص وناتي بالعباره تلك التي قمنا بنشرها آه ها هي امامكم سبح لكم هكذا الآن يقول أحدكم الآن كم يوجد لنا من من حد في هذه العبارة؟ الكثير يقول يا أستاذ يوجد لنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، لا الحد يفصل بين الأعداد بالناقص بي والزائد ليس في وليس التقسيم إذا هنا يوجد لنا حدان فقط ما رأيكم أبنائي لو نستخرج هذه اثنان إكس زائد واحد ومن هنا اثنان إكس زائد واحد كعامل مشترك ماذا يصبح؟ يصبح ان أ آه يساوي يقول أحدكم ركزوا تخيلوا الآن لو ننزعها من هذا المكان ونضعها هنا أكيد في هذا المكان سوف تحذف هكذا لاحظوا كذلك بالنسبة إلى هذه لو ننزعها ماذا تترك؟ أولا ماذا تركت لنا في الحد الأول؟ الحد الأول تركت لنا ثلاثة إكس ناقص سبعة وعندنا هنا ناقص ها هي ناقص نحتفظ بها ناقص خمسة تخيلوا نزعنا هذه ماذا يبقى لنا يبقى لنا اثنان إكس ناقص واحد ونغلق القوس هكذا تصبح الكتابة حتى تلاحظوا ها هي الكتابة التي تحصلنا عليها بعدما استخرجنا العامل المشترك بعدها الآن نكمل تصبح لنا أ يساوي اثنان إكس زائد واحد في الآن هنا هذه الناقص خمسة علينا أن ننشرها تصبح لنا ثلاثة إكس ناقص سبعة هذا في هذا تصبح لنا ناقص عشرة إكس وهذا في هذا تصبح لنا زائد كم زائد خمسة لاحظوا جيدا ومنه نكمل الآن رويدا رويدا فتصبح لنا أ آه يساوي اثنان إكس زائد واحد لأنه قال على شكل محلل يعني شكل جداء في هذا ناقص هذا، لاحظوا 3 ناقص 10، 3 ناقص 10 تقول قاعدة أولاً نضع الناقص ويعني نحتفظ بإشارة الكبير بالقيمة المطلقة، تصبح لنا 10، لاحظوا قلت 10 ناقص 3 تصبح لنا ناقص 7 إكس، وعندنا هذا مع هذا كذلك نحتفظ بإشارة الكبير بالقيمة المطلقة اللي هي كم؟ اللي هي ناقص ونقول 7 ناقص 5 كم تعطي تعطينا 2 تعطينا هذه هي عبارة الـ A محللة إلى جداء عاملة من الدرجة الأولى لاحظوا من الدرجة الأولى يعني هنا يوجد X وهنا من X معناها تسمى من الدرجة الأولى أما إذا كانت مثلا لا يوجد الاكس هكذا فتكون من الدرجة صفر لاحظوا جيدا هذه تصبح لنا من الدرجة صفر إذا كان هنا لا يوجد الإكس الآن بعدما قمنا بتحليلها أكيد سوف نستغلها في أمور أخرى إذا فلنتابع جيدا إذا نأتي الآن إلى السؤال الأخير ماذا قال؟ قال حل المتراجحة إذا نكتب هنا حل المتراجحة لاحظوا جيدا أبنائي ها هي المتراجحة التي أعطيت لنا سوف ننطلق رويدا رويدا ها هي أول شيء نأتي بها ونكتب تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص أربعة عشر إكس مربع ناقص أحد عشر إكس ناقص اثنان أقل تماما وننشر هذا في هذا كم تعطينا؟ تعطينا عشرون وهذا في هذا ناقص أربعة عشر إكس مربع هذا الكل نتفق عليه الآن نقلب المعالم في جهة والمجاهل في جهة فننقل هذا إلى هنا فماذا ينتج؟ ينتج لنا ناقص أربعة عشر إكس مربع ثم ناقص لنا زائد أربعة عشر إكس مربع يعني بعد ما ننقل هذا إلى هنا ناقص إحدى عشر إكس أقل تماما من عندنا هذا يبقى لوحده اللي هو عشرون ونجلب له أخاه هذا من ناقص إثنان لما نجلبها إلى الطرف الأخر يصبح زائد إثنان هذا نعداد المتساوي المتعاكسة في الإشارة فيذهب مع بعضهم البعض لنا ناقص إحدى عشر إكس أقل تماما من اثنان وعشرون يمكن الآن لاحظوا جيدا يمكن الآن أن نضرب هذه المتراجحة في ناقص واحد فلما نضربها في ناقص واحد لأن الأمر هنا أصبح يا أبني الأمر متعلق بعدد سالب فنقول نضرب المتراجحة عفوا إذا قلت المتراجحة في كم في ناقص واحد فلما نضربها في ناقص واحد ماذا تصبح تنقلب المتراجحة من خصوص من خواص المتراجحة التي الأمور لا تقلبها هي أن نضربها في ناقص فتصبح لنا كم تصبح لنا 11 إكس أكبر تماما من ناقص 22 وعشرون يقول أحدكم لم أفهم أضرب هذا في ناقص ما لما أضرب هنا في ناقص بحنا زائد لكن هذه تنقلب تصبح لكم هنا ناقص 22 وعشرون الآن يمكن أن يأتي هذا هذا العدد بما أنه أصبح موجب فله الحق أن يأتي إلى المقام هنا فيصبح لنا إكس أكبر تماما من ناقص اثنان وعشرون على إحدى عشر ومنه إكس يصبح أكبر تماما من ناقص اثنان إكس أكبر تماما من ناقص اثنان تصبح لنا حلول المتراجحة إذا حلول المتراجحة هي كل قيم x التي تكون اكبر تماما من ماذا؟ من ناقص اثنان. لاحظوا جيدا يعني في المعلم سوف تلاحظوا لما ناتي الان الى تمثيلها سوف تدقق جيدا. نقول هنا تمثيل تمثيل حلول المتراجحه المتراجحه. هنا يمكن ان نقوم برسم هكذا معلم خطي ها هو إذا قلنا هنا في هذا المكان هي ناقص اثنان انظروا جيدا ها هي ناقص اثنان فماذا تقول القاعدة فهنا نضع هذا الرمز لماذا نضعه لأن المجال هنا مفتوح انظروا لو كان مغلوق لا جعلناه العكس هكذا والجهة الأخرى لا نحتاجها هذه الجهة لا نحتاجها يا أبنائي لاحظوا فتصبح مجموعة الحلول ما هي مجموعة الحلول هي من ناقص اثنان الى غايه زائد ما لا نهايه وهذا هو تمثيلها الصحيح فقط ويمكن هنا ان نكتب مثلا هنا حلو عفوا اذا قلت نكتب هنا حلول المتراجحة هنا نقصد هي بيانيا هنا البيان فقط ابنائي وفي الاخير ابنائي وبناتي الاعزاء اتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما ارجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحه والعافيه والترحم على رؤومي الطاهره كما يمكنكم زياره صفحتنا على الفيسبوك انها صفحه الاستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته